اليتيم ليست كفالته أن تسدد 1200 ريال سنوياً، أو تحول في رصيد الجمعية 1000 شهرياً. اليتم كفالته أن تضم اليتيم إلى صدرك وإلى بيتك وإلى حياتك، تنفق عليه كما تنفق على أبنائك، تعالجه يوم أن تعالج أبنائك، تتابع دراسته، تسحبه لمسجده، تغطيه حتى لا يؤذيه الحر ولا القر. يعيش اليتيم معك على صحن طعامك، هنا تستحق رفقة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الكفالة الصحيحة، الكفالة النفسية، الكفالة المعاشية، الصحية، التربوية، الإيمانية، هذه الكفالة التي تبلغ الجنة. أما تحط ريال أو 10 ريالات فإن هذا كفالة معاشية فقط. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يفرحون ويستشرفون لبيوتهم أن يدخلها يتيم، وهنيئا لمن آوى يتيما إلى بيته فعاش وهو ينظر إليه أنه والده. وبعض الأيتام ما علم أن هذا ليس بوالده إلا بعد أن شب، ما نقصه من الرحمة شيئا. هنيئا لأولئك الذين يصنعون لهم يوم القيامة مجدا وجيرة، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين.